الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد النبي الأمي الذي علم المتعلمين، سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وصحبه وكل من تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، الصيام يفيد البصر. الأبحاث تقول أن الصيام يحدث فيه قلة الدم الوارد للأعضاء. ليه؟ لأن باختصار مفيش أكل ولا شرب، فبالتالي كمية الدم اللي راح للأعضاء أقل في نسبة الماء، نسبة المية، وبالتالي بعض الغدد ما تقدرش تاخد تغذيتها الكاملة، فتوقف السوائل اللي بتنتج. ده كلام أهل العلم. ومن ضمن الغدد والسوائل اللي تنتجها الغدد الموجودة في العين والسائل اللي بينتج في العين. طب ده السائل ده لو زاد بيزود الضغط بتاع العين، اللي هي مرض الجلوكوما اللي أهل الطب دايما كانوا يقولون عليه، المية الزرقاء والمية البيضاء وارتفاع الضغط الداخلي للعين، ومفيش تسريب جيد اللي هو ربنا سبحانه وتعالى خلقه في العين عشان تخلصنا من أي سائل زيادة. كل ده بيحصل في الصيام. بيخفف لك شوية الضغط الداخلي للعين نتيجة قلة الدم الوارد باحتوائه على الماء، يبقى المية بقى قليلة لأنك أنت ما شربتش طول النهار وما أكلتش، وبالتالي بيخف الضغط الداخلي للعين، وبالتالي البصر بيبقى أفضل. ده في ناس تقول العكس، يقول لك ده انا مش شايف قدامي. لا، ده عشان الجلوكوز قل نتيجه برضو انت خالفت هدي النبي وعملت حاجات على مدار الليل وسحرت بدري، نمت متاخر، فتك الفجر، الجلوكوز ما ارتفعش، حاجات كده معينه انت بتعملها، وبالتالي الجلوكوز ما بيوصلش للمخ، فتتعب، تيجي على الظهريه تبقى تعبان وتحس بوجع وتحس بمغص وتحس بالحاجات الغريبه اللي بنقولها دي. لكن الصح ان العين من ضمن اعضاء الجسد اللي بتشوف راحتها شوية في رمضان، بل ان العلماء قالوا ان الشبكية وامراضها تتأثر بالإيجاب مش بالسلب، ان الامراض تؤخر بالصيام، بكثرة الصيام. طب ده الجانب المادي اللي اهل العلم قالوا عليه، اهل علم الطب. طب اهل علم بقى العلوم الشرعية قالوا ايه على البصر؟ ما هو المفروض ان الصيام من البصر ومن الجوارح، مش الصيام يعني الطعام والشراب. لا، كذا مرة اقول في فرق بين الجعان والصائم. انت جوعت نفسك طول النهار، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه. الحديث الاخر وصححه الشيخ الالباني عليه رحمة الله، انما قال النبي صلى الله عليه وسلم، انما الصيام من الرفث واللغو وليس الصيام من الطعام والشراب. خد بالك من الحديث، رفث يعني اي كلام خاص من النساء، سواء مع زوجتك الحلال فضلا انها تكون في حاجات حرام، لا بطل اسكت. وترك الصيام لغه هو السكون، السكوت، يبان وسط 10 20 30 بني ادم ان ده صايم من سكون جوارحه، سكون لسانه، لا يتحدث الا بخير، حتى كلامه نبره الصوت قليله، الصخب مش موجود. ربنا كلم عن النبي يصخب في القرآن، قال إن أنكر الأصوات واقصد في مشيك واغضض من صوتك، سورة لقمان، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير، هو اللي بيزعق بس عشان ينادي على صاحبه وعشان جعان عشان 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 وصوته منكر وبيشوف شيطان زي ما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. لكن أنت مش كده، المفروض تكون هادئ الطباع. فالصيام بيهدئ، بيهدئ من الشهوة، زي ما نتكلم إن شاء الله في حلقة عن الصيام والخصوبة والقدرة الجنسية عند الرجال والنساء، بيهدئ. لكن الصوت العالي والعين المفتوحة في كل مكان، لا ده مش صايم. ده الربيع بن كثيم تلميذ عبد الله بن مسعود اللي كان دايما يبص له يقول له لو رآك رسول الله لأحبك عليه الصلاة والسلام، كل ما الخادمة اللي في بيت عبد الله بن مسعود تفتح الباب تقول له صاحبك الأعمى قد وصل، الربيع بن كثيم من كتر بصه للأرض افتكرته أعمى. ده أعمى أكيد ما بيشوفش، لا مش أعمى ولا حاجة، ده نظره حديد
وبصره نافذ، ولكن القرآن لآيات الله الكونية، لآيات الله التكوينية، للآيات اللي في النفس، للعبر للمصائب اللي بتحدث حوالينا، للعبر الذنوب اللي كانت عندي قد ايه ان انا اتخلص منها وابدأ ان شاء الله صفحة جديدة، لكن مش باصص للأكل والشرب والنساء والتمثيليات والفيديو، لا لا لا. يبقى الصيام بيعالج العين من جوه، والمفروض انك تخرج من رمضان متعالجة من بره، انها لا تقع الا على الطيب. بعض الناس كالذباب، تزعلوش مني، لا يقع الا على القبيح. النظرة الاولى بتبقى لك انها كانت سهوا، لكن التانية عليك. ما تطلش البصر بقى، احنا في شهر غض البصر عشان منسوب الصيام ما يقلش. انت عايز تاخد حسنات، عايز تحصل ثمرة التقوى اللي هي بدايتها غض البصر عن المحارم. انت ما تبصش لزوجتك في نهار رمضان، ما تعرفش، بقى خايف ومحتسب هذا عند الله، ان حرمت علي يا رب الطعام والشراب والحلال لمصلحتي على مدار نهار رمضان واحلتهولي بالليل. او ما انا ابص للحرام في نهار رمضان، وما ادراك ما المواصلات والنساء اللي نسيوا يلبسوا، مش هنقول هم قصدي، هم نسيوا، وما ادراك. هي دي المشكله بقى، هي دي المشكله. ساعدونا على غض البصر، ساعدونا تكون العين مستفيده من جوه ومن بره. نظرك 6/6، بس تستخدمه في ايه؟ ولا تقف ما ليس لك به علم، سورة الإسراء. إن السمع، سمعت ايه يا طرف رمضان؟ سمعت أغاني؟ يبقى أنت دخلت في اللغو، ودخلت في مشكلة، مشكلة كبيرة. اسمع القرآن، ومش قادر تقرأ، اقرأ، قطع لسانك من قراءة المصحف، اقرأ، اقرأ كتير، خلي العين تتغذى. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. خلي بالك، عشان في كتير قوي يقولوا أنا شفته بعيني، هو ما شافوش، ده مجرد ما سمع الخبر، أنا شفته بعيني. قال ابن عباس في تفسير الآية: لا تقل سمعت وأنت لم تسمع، لا تقل بصرت وأنت لم تبصر، إن الله سائلك عن كل هذا. فلما نعلم إن الصيام بيفيد العين طبيا ويجدد كل إمكانياتها في البصر، فربنا بيعطيك جايزة تشكر عليها. الحمد لله إن صلح بصري وصلح جسدي كله، فيبقى أصلح بقى بصري معنويا، ما نزورش غير في المصحف، ما نزورش غير في وجه أم وأبويا وبوس إيديهم ورجليهم، ما نزورش غير لليتيم، واستشعر نعمة ربنا عليا إن أنا موجود لأولادي. نفسي يبقى في غض بصر من قبل النساء والرجال، ونتدرب في الشهر ده على السنة كلها إنها تكون كلها البصر على قدر الحاجة. فخلي بالك، لأن القلب يتبع البصر مباشرة، فيرمى فيه السهم بمجرد ما تنظر النظر الحرام، فينزف إيمانك ويقل، وإحنا عايزين نحصل الإيمان. أترككم في رعاية الله وأمنه، وإلى حلقة قادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صوموا تصحوا.